القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن. يقف الأردن اليوم يسجل موقفا تاريخيا جديدا أمام تصارع الخطوات الصهيونية الهادفة إلى ضم أراضي غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وعلى ضوء ذلك أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في حديث له أن الاحتلال إن قام بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده، مشيرا إلى أن الأردن يدرس جميع الخيارات إذا جرى الضم. يعني أولا ضم الأغوار هو مفترق طرق في المشروع السياسي وكله في المنطقة، وبالتالي بالنسبة لنا كفلسطين هي نكبة جديدة إذا ما مر هذا بصمت دولي. الموقف الأردني الشجاع وموقف جلالة الملك في رفض الضم وتصريحاته الأخيرة بخصوص اتخاذ موقف وتحذير إسرائيل اتخاذ الموقف من قرار الضم هو موقف مهم نبني عليه كنحن كفلسطينيين في حشد دعم عربي ودعم دولي يساند القضية الفلسطينية. وهذا الموقف يعني بكل تأكيد يعني موقف جلالة الملك المساند لموقف سيادة الرئيس الأخ أبو مازن، والذي يبني موقف أردني فلسطيني مشترك في التصدي لصفقة القرن التي تهدد ليس فقط فلسطين بل تهدد أيضا الأردن. الموقف الأردني اليوم إذا بدك يعني برأي المتواضع هو الأصدق ما بين الدول العربية، لأنه مبني على أساسين. مبني أول شيء على أساس الحقيقة التاريخية في الارتباط ما بين الضفة الغربية والأردن، ومبني على مساس مصلحة حقيقية وطنية قومية وجودية حقيقية للدولة الأردنية. الدولة الأردنية تدرك تماما أنه إذا كبر حل الدولتين الغربي النهر فإن المشروع الصهيوني الآخر هو إقامة الدولة الوطن البديل أو إعادة أدغاث أحلام الوطن البديل في الضفة الشرقية مكان الدولة الأردنية. فمن هذا المنطلق الموقف الأردني وموقف العاهل الأردني هو موقف مبني على مصلحة حقيقية وطنية وجودية للدولة الأردنية، فبالتالي هو الأصدق وهو الأكثر على المواجهة أو على الأقل الأصدق في السياق المواجهة الحقيقية لهذا القرار. غور الأردن أرض غنية بالمصادر الطبيعية وتتمتع بإمكانيات اقتصادية عالية من الأراضي الزراعية ومصادر المياه المتعددة، حيث تعتبر السلة الغذائية للضفة الغربية المحتلة. ويمر عبر غور الأردن المنطقة الحدودية الفاصلة بين الأردن على الضفة الشرقية للنهر من ناحية والضفة الغربية المحتلة من ناحية أخرى. فغور الأردن يمتد من بحيرة طبرية حتى أخفض نقطة على سطح اليابسة عند البحر الميت، وتقسم أراضي الغور إلى مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، وتغطي منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ما نسبته 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. وغالبية الأراضي مصنفة بمناطق جيم حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين الكيان الصهيوني وفلسطين عام 1993. ويسكن في هذه المناطق نحو 65,000 فلسطيني و 11,000 مستوطن صهيوني. أنا أوجه التحية للشعب الأردني وللأردن ملكا وحكومة وشعبا، وخاصة لجلالة الملك على هذا الموقف الشجاع الذي ننتظره أيضا من إخواننا العرب أن يحذو حذو جلالة الملك وحذو الأردن في دعم الموقف الفلسطيني وتبنيه بشكل كامل لإفشال صفقة القرن وإفشال تصفية القضية الفلسطينية وإفشال ضم الأراضي الفلسطينية. الموقف الأردني فيما يتعلق بالرافض لهذا الضم ولهذا الاعتداء ولهذه الجريمة البشعة هو موقف يقدر وموقف يثمن، وهو ليس موقف بالجديد حقيقة. ونحن كفلسطينيين نشكر الموقف الأردني ونريد مواقف أكثر يعني تجاه ليس فقط من الأردن وحده ولكن من كل الدول العربية ومن كل العالم من أجل لجم الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يقوم بهذه السياسات. الأردن ندد بوعد نتنياهو بالضم، فالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض غور الأردن غير قانونية بموجب القانون الدولي واتفاقيات السلام. الأردن له مروحة علاقات أو مصالح كبيرة في المنطقة تتقاطع في نقاط كثيرة مع المصالح الإسرائيلية أو مع المواقف الإسرائيلية، هذا من هنا يعطي مساحة ومساحة كبيرة للمواجهة. وأرى شخصيا والناس قد تكون عليه مبالغا، لا أستبعد بأنه إذا دكت الساعة وأزفت الساعة وأدرك الأردن بأنه مهدد وجوديا لا أستبعد حتى صدام عسكري ما بين الأردن وإسرائيل. الأردن ليس بالدولة السهلة، هي دولة عميقة ودولة تاريخية في المنطقة، والدولة مبنية على دولة مؤسسات ودولة تدرك المصالح الحقيقية.
طرح بنيامين نتنياهو عن نيته لضم 90% من المستوطنات في منطقة غور الأردن والتي تشكل 30% من الضفة الغربية المحتلة. فكان موقف السلطة الوطنية الفلسطينية بأن أي خطوة صهيونية تجاه عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة سيعد بمثابة جريمة للحرب، متعهدين بمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية حتى لو أدى ذلك إلى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. لفضائية الحقيقة الدولية، نور الدين بنات، فلسطين المحتلة.